مساء السعادة على حضراتكم، ووداعا 2020 وهلا ب2021. 2020 رغم أناقة أرقامها إلا أني كان فيها أحداث كتيرة فاجئتنا، وكنا داخلين 2020 وكلنا أمال وأحلام، وناس كتير كانت عاملة خطط كتير، لكن كان فيه في 2020 مفاجآت ما كناش نتخيلها. فيروس صغير قدر يخبط على كل الأبواب وما فرقش لا بين غني وفقير ولا بين صاحب نفوذ وإنسان بسيط. مش بس كده، 2020 رغم كل الأحداث، وفي مننا اللي فقد الأحباب، وفي اللي فقد وكان عنده خسارة مال، وناس فقدوا وظائفهم، إلا أن 2020 علمتنا درس قوي جدا، خلتنا نشوف حقيقتنا، خلتنا نشوف الحياة الحقيقية، خلتنا نعرف قيمة الحياة، رجعت الأسرة، قربت الناس، فهمتنا معادن الناس كويس، ومين اللي هنسيبه ومين اللي هناخده معانا. مش بس كده، 2020 علمتنا كويس قوي، علمتنا ان احنا نحب كل حاجة موجودة عندنا، لاننا في اللحظات دي كنا بنتمنى ان نرجع للحياة العادية اللي ما كانتش عجبانا، وطلعت نعمة من النعم الكتير اللي ربنا مديها لنا. وداعا 2020 وهلا ب2021 في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيرال. يا ترى هنقابل 2021 ازاي؟ وهنعمل ايه؟ وايه اللي هناخده معانا من 2020؟ وايه اللي هنسيبه؟ ويا ترى ذكرياتنا كانت عاملة ازاي؟ وايه اللي هنفتكره؟ وايه اللي هننساه؟ موجود معايا النهاردة ضيفي العزيز الدكتور طارق إلياس، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. أهلا بحضرتك. يا أهلا بيكي، كل سنة وحضرتك سعيد، وأنت بكل صحة وسعادة، أنت وكل مشاهدينك. عايزة أبدأ بسؤال، إيه السبب يا دكتور إن في بداية أي سنة جديدة نلاقي كل المواضيع عن الفلك والتوقعات، والموضوع ده بيبقى مسيطر علينا وكأن هو ده مرتبط بنهاية السنة، احنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في السنة الجديدة بالظبط؟ ايه السبب؟ يمكن المجهول، يمكن احساسنا بان احنا عايزين نكون افضل، لكن ما احناش متأكدين من اللي هيحصل، عايزين حد يطمننا. هي المسألة ملهاش خوف يعني، هي حالة من حالات عدم الثقة في اللي جاي، وبالتالي خوفا من انه يحصل تاني. فعلشان ما يحصلش تاني اللي حصل في 2020، عايزين حد يطمننا، فنقوم عاملين ايه؟ جايبين حد بيتنبأ لينا، والبعض قد يتنبأ بشكل عكسي. يعني مثلا حد يقول لنا ده هيبقى من السنوات الصعبة جدا، او هيحصل زي ما حصل قبل كده، فنبقى زعلانين قوي ونشكك فيه ونقول ازاي ده احنا سمعنا ان الحياة هتكون افضل. احنا عارفين الحقيقة، الحقيقة بتقول انه عندنا الخالق العظيم هو اللي هيفتح لنا كل الابواب المغلقة، وان احنا مؤمنين بيه جدا، وان المفروض عارفين ان الغيب عنده. بالظبط كده. هل يا دكتور ده بيبقى نوع من انواع الهروب، يعني هروب نفسي، ولا اعتقاد في العلم نفسه، العلم الفلكي، ولا احنا بنحاول نشغل وقتنا بحاجات وخلاص، ولا ايه بالظبط؟ هو بيدخل في حيز التفاؤل والتشاؤم. وفي شعوب بتبقى متمسكه قوي بالحته دي. يعني احد الفنانين بدون ذكر اسمه، تمام، كان دايما بعد ما اشتهر
كان يقول على موقف حصل له، فيقول انا في يوم وانا ماشي في حاجة عطلتني فما روحتش المكان اللي كنت هشتغل فيه، يعني كنت هشتغل مهنة عادية مش فن، لكن انا حسيت انها علامة. ايه هي العلامة دي؟ ان ربنا منعني من ده عشان ابقى فنان مشهور. على فكرة مش لازم، لكن احنا بنعمل ده علشان احنا مؤمنين بالتفاؤل والتشاؤم. احنا مؤمنين قوي بحكاية ايه؟ لما نضحك نقول اللهم اجعله خير. واحنا مالنا بنضحك كده ليه؟ هتحصل مشكلة. لكن طب ما نضحك، طب ما نخلي الدنيا تبقى مفتوحة قدامنا. يا اخي انت ليه قافلها كده؟ عشان احنا مؤمنين بالتفاؤل والتشاؤم وبنتكلم فيه كتير. وعايز اقولك على حاجة، الابراج اللي بتتحط في الجرايد لما كانت الجرائد بتتوزع اكتر من السوشيال ميديا اللي كانتش لسه ظهرت، كانت الناس بتبدا بيها صحيح الجورنال. صحيح. واول ما يشوف نفسه الصبح ده انت هيجي لك فلوس، يفضل مبسوط طول النهار انه هيجي له فلوس. فقط هو التفاؤل والتشاؤم وليس له علاقه باي حاجه، يعني ملوش علاقه بالايمان اطلاقا اطلاقا. يعني هو عارف الناس إن كله بتاخدها كده من باب التسليه ناس. ومن باب تضييع الوقت وخلاص، لانك انت نفسك حد يفتح شهيتك بس او يدينا امل بس يبتسم حتى في وشك. صحيح والله. دكتور طارق، الفترة الأخيرة وموضوع كورونا كان لها تأثير قوي جدا على المصريين من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية. بتشوف حضرتك ده إزاي؟ احنا جينا على أهم نقطة بتميز الشعب المصري. إنه في المواقف اللي زي دي بيظهر نوع من التحدي. دي حقيقة. دي في حد ذاتها ميزة. رغم انها بتعرض البعض ان هو يجي له اصابه بعدد اكبر بسبب التحدي ده، بسبب موضوع كورونا. تمام. وعدم الاستسلام للاجراءات الاحترازيه بشكلها الكبير. هو شعب بيحب اللمه وبيحب ايه؟ انه يبقى فيه حريه والونس. مش كده؟ وبيحب في المناسبات يكون اول واحد بيقدم التهنئه. وبيبقى في المآتم وفي العزاء اول واحد عايز يبقى واقف على الباب. تمام. المسألة مسألة الجينات اللي موجودة في الشعب المصري. هو بيحب ونس الناس. لما حصل ده وقال لك هيبقى في عزلة وهتقعدوا في البيت مش هتخرجوا، كان بيحاول انه يقعد يقاوم بالظبط كده وعاوز يخرج وعايز يتحرك. وساعات كان حد بياخد اسرته ويقعد في العربية يلف في الشارع في فترة الحظر لمجرد بس انه هو ما قعدش في البيت، ما حدش اجبره على انه يقعد ما بين اربع حيطان. ما ظهر في الشعب المصري في هذه الفترة أجمل ما فيه، وهو العناد بتحدي. عناد قدام الفيروس، إن هو إحنا أقوى منك، ولكن حقيقي. أتمنى خليك في تحديك وخليك في عنادك، بس خد بالك من نفسك. صح. يعني التزم بوعي بس. يعني إحنا نعاند ونتصدى وكل شيء، بس كل بوعي. لكن الفترة دي يا دكتور حصل تغيرات كتيرة جدا وأحداث كتيرة جدا ظهرت، بالذات في الفترة بتاعت كورونا وموضوع الحظر بدأ يظهر قضايا غريبة شوية. القضايا دي احنا يعني ما عرفش هل هي وقتية، يعني هل هو مثلا على سبيل المثال موضوع التنمر، موضوع التحرش، موضوع لا للتعصب، كلها كانت قضايا واخدت حيز كبير جدا وبعد كده تنزل الكيرف ينزل وكأن شيئا لم يكن وكأنه لم يحدث. هل لان احنا مش مؤمنين بالقضية نفسها او بالاحداث دي فبتبقى هوجة فالناس كلها لازم تتكلم فيها والاعلام يتكلم فيها وبعد كده خلاص؟ وهل برضو احنا او اعتقد ان احنا ما حلناش اي حاجة منهم؟ صح؟ وما تصدناش لاي مشكلة فيهم خالص. احنا عرضناها بس وقعدنا نزعق وقعدنا نعلي صوتنا وقعدنا نعمل لايكات على الفيسبوك، لكن ما حلناش الموضوع. احيانا كنا بنبالغ اكتر من اللازم. بالظبط. لانه في فتره الفيروس لما حصل وبقى في فجوه ما بين نسبه العمل، وحضرتك الحقيقه تفضلتي وقلت في المقدمه حاجه مهمه قوي، قلت ان ياما في ناس كان في ضرر عليهم في فلوس
فقدوها، صح. في ناس غالية فقدوها، وفي ناس شغلهم فقدوه. حضرتك لخصتيها في الثلاثة دول، دول أصعب ما يمكن أن يواجه أي مجتمع في الدنيا. بالظبط. بخاصة إن حضرتك بتنبهي المجتمع دلوقتي إنك لازم تعيد التفكير في تخطيطك في 2021، أن تؤمن دخلك بشكل واقعي. أنت كنت واخدها فهلوة، واخدها تنطيط، واخدها جري من اليمين للشمال وفاكرها جدعانة. من دلوقتي بقى يا ابن الناس اتعرضت في 2020 إلى مأزق. لسه أنت بتقولي حاجة مهمة قوي أهو، إحنا شفنا قضايا مهمة ولم نقدم علاج، ده إحنا كنا بنعرضها بس. لا، ده إحنا عايزين نقدم حل بقى. إن لازم يبقى فيه تغطية حقيقية لكل واحد إزاي يأمن حياة أسرته ويأمن نفسه في الفترة القادمة بوعي. إدارة أزمة. طبعًا. وما يطلبش كل حاجة بقى من إيه؟ يا حكومة ساعديني. أيوة. ماشي، الحكومة هتساعد، بس مش هتيجي تخبط على كل باب وتقول لصاحب البيت ده أنت محتاج إيه عشان أديهولك. أنت ابحث وشوف اللي تقدر تعمله إيه عشان تأمن نفسك. احنا محتاجين إعادة ترتيب أوراق. طب ما فيش كلام. ومحتاجين إن الفكر نفسه يتغذى ويختلف. احنا بعدنا شوية عن الثقافة الفترة اللي فاتت، للأسف، وبقينا في سطحية في التفكير وفي التعامل، وبقت القضايا بالنسبة لنا موضة بنمشي وراها في الوقت دوت، عشان ما ينفعش ما اتكلمش في القضية دي. يعني هوجة. وبعدين بتنتهي. ايه اللي المفروض نعمله علشان نستعيد انفسنا مرة اخرى؟ اهم جزئية حضرتك ان يكون هناك صوت الحكمة متواجد داخل المجتمع. تمام. عندما تكون الاصوات كلها متداخلة وكلها عشوائية التوجه، وكل واحد عايز يحجز له جزء من مقعد في بيوت الناس عشان ينقل ليهم الفكر بتاعه، وفي التوقيت ده اشمعنى فلان اتكلم في الموضوع ده وانا ما اتكلمتش، وايه بيقول ايه، واي حاجة بيقول ايه، بيقدم ايه، عايز يشغل المساحة بس بتاعته. وبعدين تبص تلاقي ايه، هو بيعتمد على اشخاص اخرين يعرضوا الموضوع. لنا ولا حضرتك ولا حد من السادة المشاهدين عارف الخلفية بتاعت الشخص اللي بيعرض الموضوع، لأنه ممكن يكون هو زعلان من حد فبيتكلم في القضية دي فيوجه اتهامه في مكان معين علشان عايز يصفي حساب في مكان معين. طب ما المجتمع مش محتاج لتصفية حساباتك. هو دكتور طارق، ايه برضو الفكرة دلوقتي ان بقينا نحط كلمة قضية وصراع في اي موضوع بنتكلم فيه عشان نلفت النظر ليها؟ يعني ليه مصممين ان في صراع؟ ليه بنحول اي قصه واي موضوع ولازم الجمل، يعني الكلمتين دول يتحطم. فاصبح كل شيء في حياتنا، حتى لو انا عايزه اقول فكر جديد بعرضه ان هي قضيه. ليه؟ علشان اديها مسحه من الاهميه، عشان اخلي المجتمع يشعر انه قدام شيء له قيمه. اصل القضيه دي معناها ايه؟ ان دي قضيه مجتمعيه. أيوة. إن الناس كلها تتكلم فيها. عشان تبقى قضية مجتمعية لازم يكون فيها أهم سببين عشان تتحول إلى قضية. السبب الأول إنها بتمس معظم البيوت على كل المستويات. تمام. الفقير زي الغني. تمام. وإلا مش هتبقى قضية فعلا. اتنين، إن اللي بيتم معالجته وتناول القضية دي يكون معني بالقضية دي. يعني إيه معني بيها؟ يعني هو ثقافته وخبرته وسنوات اللي اتكلم فيها قبل كده ليها علاقة بالموضوع اللي بيتكلم فيه، فتبص تقول لك ايه، ده اقرب واحد يكلمنا في الموضوع ده لانه فاهم فيه. صوت. الحكاية مش اصوات عالية وخلاص. هو المشكلة بقت اصوات عالية. ما علشان بقت اللعبة دي مش بنلعبها بس قدام الشاشات، احنا بنلعبها في السوشيال ميديا في تعليقات. بالظبط. احيانا اجد تعليقات شديدة السخافة، أنا آسف يا فندم أنا استخدمت الكلمة دي، وقاسية جدا. وده شفناه بشكل قوي جدا جدا الفترة الأخيرة. للأسف. يعني هل إحنا بقينا نستتر بأقنعة تانية على مواقع التواصل الاجتماعي؟
هل احنا بقى عندنا حاله ان احنا ماشيين باكتر من وجه؟ دي حقيقه. وفي حاجات مش بنقدر نظهرها قدام الناس، فبنحاول ان احنا نظهرها واحنا مستترين على مواقع التواصل الاجتماعي. كلامك صحيح يا فندم، لان في ناس كتير ما شغلتش مساحه ذات قيمه يا استاذه نبال، وما احتلتش مقعد مهم امام الناس. تمام. عايزين بقى يعوضوا النقص ببعض الكلمات والجمل، وكأنهم دخلوا في حكاية أو في قضية زي ما حضرتك تفضلتي، علشان يبتدوا يلفتوا أنظار الناس ويشوفوا الكومنتات، وبالتالي أصبح لهم مقعد حاجزه على السوشيال ميديا، وبيتكلم بحاجة لا هو يعرفها ولا عدت عليه ولا ليها قيمة عنده هو أصلا، وعمال يتفرج على الناس وهم عمالين يخبطوا مع بعض ويتخانقوا على الكلام اللي هم مبسوطين كده، لأنه لعب اللعبة دي وفاكر إنه هو كده عمل إيه. هو أثار سخونة المجتمع على اللاشيء، ولقد تمخض الجبل عن فقر. صح. في بقى ظاهرة تانية لفت نظري جدا. اتفضلي. فكرة حضرتك عارف طبعا موضوع المهرجانات، وإن من أحداث 2020 كان في ضجة جامدة جدا وهجوم شديد جدا. أكيد. لما عملوا إحصائيات كده على جوجل لقوا ان المصريين من اكتر الحاجات، طبعا كورونا ده نمبر 1، من اكتر من ناحيه الاغاني بقى والفن وكده، اكتر البحث اللي حصل كان عن المهرجانات. فانا استعجبت بصراحه، ازاي احنا طالعين نشتم في الناس دي ونقول عليهم فجاه بقى معاهم ومعاهم، وهجوم رهيب، مفيش فرح مهما كان مستواه الاجتماعي ما بيجيبش الناس دي. ده اكيد. مفيش فرح لو بسيط ما بيشغلش الدي جي على الاغاني دي. ايوه. احنا حتى في اجتماعاتنا مع بعض لما بنحب باللغه الدارجه يعني نفك دماغنا بنشغل الاغاني دي. جميل. تمام. ليه الهجوم ده؟ طب ايه التناقض ده؟ مش مفهوم. اسمحي لي. احنا بقى عندنا مشكله والله يا استاذه نبيل. اتفضل. احنا بقى عندنا نظره بتهاجم وبلا سبب، اللي هي ايه بقى؟ اول ما بدا موضوع الفستان بتاع احدى الممثلات والفنانات، الدنيا اتقلبت. طب احنا قعدنا نتكلم في موضوع الفستان ده اكتر من شهرين. يعني انا لسه حاسب المده. وطلعت الفنانة وفهمت الناس ان ده كان خطأ في خياطة الفستان فتسبب في الإشكالية دي، لكن هي ما تقصدش. وحتى لو قصدت، جميع مهرجانات العالم فيها فساتين عجيبة، لأنه الفنانة هي ليست إنسانة عادية. يعني أنا نفسي المجتمع يبقى فاهم الحكاية دي، إن الفنانة ليها طابع خاص بيها، ليها مود، ليها شهرتها، لازم لما تطلع تاخد مساحة. تمام. تاخد مساحة من الاهتمام وتاخد مساحة من إعجاب الناس، وإلا تبقى مشكلة. صح. معنى أن الإعجاب يقل على فنانة أو الكلام يقل عليها، نجمها بيقفل، بينزل، بيهبط، هتخاف، هتقلق، هتبقى على طول عايزة تفكر الناس بقضايا خاصة بيها عشان الناس تنتبه لها. زي الفنانة اللي اعترضت على أن في حد بيصطاد الكلاب في الشارع من الحكومة لأنها خطر على الناس. لو جيتي بصيتي عليها بالمنطق هتلاقي ان احنا كده بنحمي المجتمع واطفالنا من الكلاب الضاله. ولما نيجي نسمع الفنانه وهي بتتكلم نشعر انها جايه من كوكب تاني، بس هي رحيمه على هذا المخلوق. طب احنا نبقى مع مين؟ دي بقى نوعيه القضايا اللي بتسبب شغل للراي العام وتناقض. فتبص تلاقي واحد يقول لك طبعا لازم نصطاد الكلاب دي، واحد تاني يقول له يا اخي ده انت ما عندكش رحمه، انت ما عندكش قلب، هم عايزين يلعبوا اللعبه دي دايما. طب ليه ما نطلعش بحل؟ لأن يعني يا دكتور، يعني يا دكتور، يعني انا دلوقتي بقول ان ده حرام مثلا، وبقول ان وده بيقول وابني ممكن يتاذي من حاجه زي كده، طب ليه بدل ما يبقى صراع ويبقى مشدة ويبقى ياخد الاتجاهات اللي يعني الكلام بياخد اتجاه معين، خناقات ومشاكل ليه ما يكونش ان نعرض حلول؟ صح. واللي قادر يساعد فيها يساعد.
لان ده الجزء الاصعب في الحكايه، اللي ما حدش يقدر يعمله. هم اتعودوا يتكلموا بالظبط كده، مش الكلام. ما عندناش ثقافه السكوت ولا ثقافه ان امتى حتى نتكلم. استاذه نبال، من خبرتك الحياتيه اكيد صادف اصحابك وحضرتك ناس وعدت وعود وما عملوهاش ولم تفي بولا حاجه منها. بالظبط. ده معناه ايه يا فندم؟ ان في نوعيه من الناس لا تجد نفسها الا بالكلام بالبق، لكن لا يوجد فعل على الاطلاق. صح. هؤلاء لا نحترمهم لان احنا عارفين انهم بيونسونا بالكلام ونس، لكن ما ناخدش الكلام بمحمل الجد. دكتور طارق، طب ازاي احنا عندنا فاهمين ده كويس وبتلاقي تعليقات على السوشيال ميديا يقولك ايه انت بتعملي ده عشان الشهرة، انت بتقولي الكلام ده انتوا ما زهقتوش؟ طيب لما انتوا عارفين ان ده بيتعمل لغرض تحت اي مسمى، شهرة، فلوس، تحت اي مسمى، اغراض شخصية، بتسمعوا ليه؟ بتتفرج عليه ليه؟ بتضيع من وقتك وقت انك تكتب ليه؟ لانه بيبقى ما عندوش وسيله تانية يعبر بيها عن نفسه الا بالاسلوب الدارج ده. البضاعه رخيصه فعلا، في بضاعه رخيصه معروضه في اسواق عليها اقبال، تمام، لماذا لا ابيعها؟ انا ليه مش بشارك؟ مش انا ساعات انزل والاقي، بعد اذنك معلش المثل هيبقى عجيب، الاقي بقى جائلين واقفين في شوارع شديده الاهميه في منطقه وسط البلد وحاجزين الارصفه وبيبيعوا حاجه انا اعلم جيدا انها مش جيده وانها مش حاجه كويسه، بس في زبون. يعني ايه في زبون بقى؟ ان في ناس بتجيله وفي ناس بتشتري وهو بيمشي في نهايه اليوم وفي جيبه بعض المكسب. لما تيجي تقول له انت ايه اللي بتخليك تعمله ده؟ ما انا عندي زباين. ده معناه ايه؟ نبدا بقى بالبياع عشان يمشي ولا نبدا نقنع الزبون انه ما يشتريش؟ يبقى لازم نقنع الزبون. الزبون هو الاقوى، هو اللي بيروح، هو اللي بيفتح الايه المجال. اهو اللي كتب على السوشيال ميديا ولا اللي قرا واللي سمع واللي اهتم واللي عمل لايك واللي عمل شير، يبقى البضاعه رائجه، يبقى بالزبط. لماذا لا ازيد منها؟ يعني الموقف لازم يبقى من عندنا طبعا، الوعي لازم يبقى من عندنا، نتوقف احنا على الايه، على اننا نتعامل. انا بقول لدكتور ان قريبا 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 اتفضلي هيتلاشى كل الحاجات دي. تمام. معرفش ليه انا متفائله لده، يمكن عشان بشوف زي ما بشوف حاجات بالشكل دوت وحاجات درجة وحاجات دون المستوى. أيوة. بشوف ناس بيطلعوا يقولوا كلمة مصممين عليها، مقتنعين بيها، عندهم هدف معين، عندهم قيمة معينة عايزين يقدموها للمجتمع. أيوة. وما تهزوش بكل الظروف، بكل قلة طبعا، بس ما تهزوش، ما تهزوش. فده اللي بيديني دايما الإحساس والثقة ويقين طبعا بوجود ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء الله إن شاء الله ده هيتلاشى قريبا. أيوة يا فندم، لأنه هيجي علينا وقت هنشعر إنه إحنا جات لنا تخمة وإننا لازم نتوقف. ولازم نتوقف أهو كده بالظبط. يا أهل المغنى شوية سكوت دماغنا وجعنا. دلوقتي يا أهل السوشيال ميديا كفاية كتابة، عينينا اتلوثت منكم. وعجبي. وعجبي. الكورونا خلتنا نلبس الكمامة. حضرتك تفتكر ان الكمامة لعبت دور الالتزام في حياتنا؟ ده سؤالك ده جميل قوي يا استاذة نبال، لان وكأنك بتقولي لي هل الكمامة عندما حجبت جزء من الوجه وأصبح الإنسان ملتزم بيها، فده معناه إنه هو بدأ يشعر بالالتزام؟ لا شك الكمامة لابد غيرت شيء. خلت البني آدم يفتكر لما كان ماشي بدون كمامة ولا يوجد خطر عليه، قد كده كان مستمتع بإنه بيستنشق الهواء. دلوقتي بدأ يختنق أو يشعر من جواه إن في حاجة حاجزة عنه الهواء، حاجزة ملامح الوجه. أنا داخل في مكان بروحه كل يوم، فوانا لابس الكمامه لقيت الراجل اللي قاعد بيقول لي مين حضرتك؟ فلما بعتها كده قال لي والله بيحصل. الكمامه منعه 70% من ملامح الوش. بالزبط. شوفي قد ايه بتحجب الملامح.
الإنسان التزم هنا ولا علشان خاف بدأ يتمسك بالإجراء؟ خاف. هي دي الحكاية. هو ليس التزاما، بدليل إن أنا ساعات كنت ألاقي بعض الناس تقوم منزلاها لغاية الدقن، كأن الدقن دي هي الحماية، وساب المكانين الأصعب هو المناخير والبق. ده معناه إيه؟ هو كمان بيتحدى الالتزام. هو مش عايز يلتزم. ولكن عودة مرة تانية للست اللي بتبقى لابسة الكمام، بتقول أنا زهقت منها. قلت لها طب ما المنقبات يعملوا إيه؟ فسكتت. طب ما المنقبة كانت على طول عاملة كده ومحدش قال لها حاجة. الكورونا عملت تغيرات كتيرة جدا، منها فكرة التعليم عن بعد والأونلاين. زمان الأمهات قبل 2020 وقبل الكورونا كانت بتشتكي المدرسة ومش المدرسة وتعبنا وزهقنا، الولاد قعدوا في البيت بقى نفس أكتر، وحست بقيمة دي برضو حتى يعني مهمة جداً. حست بقيمة المعلم إزاي بيتعب وبيبذل مجهود وصبر عشان يعرف يعلم الولاد دول. عندك حق. حصل موضوع الأونلاين، تأثير ده على أولادنا إزاي؟ في قيد انكسر. أحد القيود اللي كانوا الأولاد بيخافوا منها هو المدرس اللي واقف قدامهم عندما يسألهم ماذا فعلتم في الهوم وورك، عملتوا إيه، ذاكرتوا ولا لأ، عندما أسأل وأعاقب. انكسر هذا القيد، فبقت العلاقة بينه وبين التعليم علاقة لعبة. لعبة على الهوى، زي الألعاب اللي بيعملها على السوشيال ميديا. وبالتالي بدأ يشعر بأن الالتزام عنده ما بقاش التزام بالمذاكرة، بقى الالتزام بالشاشة. وبالتالي يا سلام بقى، يا بخته لما النت بيضعف او بيجي يقطع، خلاص كده، خلاص الحمد لله فصحى. شفت بقى ازاي؟ شفت ان احنا كسرنا قيد. كان هذا القيد مطلع جيل من النابغين، لانهم كانوا بيذاكروا بالكتاب وبالورقه والقلم، وكان بيقف قدام مدرس ويقوم يقف الولد اول ما المدرس يدخل ويقول لهم اتفضلوا اقعدوا ويبتدي يشرح. فكنا بنشعر بهيبته في فترة من الفترات لما كان يزعق أو كان يزعل من حد، فنبقى عايزين نصالحه فنذاكر أكتر. أنا شايف الأونلاين، ولأنه إجراء احترازي لا أكثر ولا أقل، نتحدث عن الإجراء فيه، لكن ما نتحدث على أنه المستقبل. يعني ممكن يأثر على الولاد، هيقلل من التزامهم. أستاذة نبال، عايز أقولك أنه طالما أنا بلعب لعبة الكلام عن بعد والمذاكرة عن بعد، افعل ما شئت بقى. يعني انا اقول بقى ان انا ذاكرت ولا ما ذاكرتش، اكتب كلمه ولا ما اكتبش، لو انا بأجيب على اسئله امتحان لماذا لا افتح الكتاب وانظر فيه، ما هيبقى ده كمان خروج عن الايه، عن احساس الانسان بالقيمه. لم يعد هناك القيمه الحقيقيه. عشان كده انا دايما بقول ان لعبه الاونلاين خليها اجراء احترازي، ما تخليهاش لغه المستقبل. لغه المستقبل لابد ان يكون هناك قدوه وقيمه نقدر نلتزم بيها. يعني ما نقدرش نستغنى عن المدرسة. ما ينفعش. امال بقى مدرس الايه؟ الموسيقى، اللي يكتشف موهوب في الموسيقى. الولد دوت ينفع يدخل نادي من النوادي لما بيكون بيلعب قدام الرياضة. فين المدرس ده اللي عينيه بتجيب الموهبة وتكتشفها؟ فين الدرس اللي انا باخده في الجغرافيا والتاريخ والاقي واحد بيكلمني عن موقع مصر ويشرح ده وهو بيكتب وانا بكتب وراه، اللي يسأل السؤال ويقوم مقوم واحد عشان يتكلم. بص بقى حضرتك، شوف القيمة دي يا أستاذة نبال مش موجودة في الأونلاين. إن أنا أقوم ناده لبنت قاعدة في الفصل أو ولد، قوم جاوبني، الكل بيبص له وهو بيجاوب. وكمان لما بيبقى المدرس عنده وعي يقول لهم سقفوا له، يقوموا مسقفين للولد اللي جاوب صح. الولد بيبقى ماشي حاسس إنه نجم، لأن الناس احتفلت بيه. أين ستذهب هذه القيمة؟ يعني نقدر نقول انها مرحله مؤقته لغايه ما ننتهي من الاجراءات والاجراءات. هناخد منها بس يا فندم جزء، اننا نتعرف بنافذه مفتوحه على كل ما هو جديد حول العالم، لكن ما يبقاش ده اسلوب التعليم الدائم. حضرتك شايف ان كورونا خلتنا نعيد حساباتنا تاني؟ يعني فعلا وقعت او اسقطت الأقنعة اللي إحنا لابسينها؟ طبعاً.
قدام نفسنا ولا ظهرت للناس؟ أخطر أنواع سقوط الأقنعة عندما تكون من الداخل وليس من الخارج. فإذا ما سقط القناع ولم يعترف صاحبه أنه سقط ويتصرف بعنف وعصبية مع كل من حوله علشان يفضل مدافع عن هذا القناع اللي سقط من زمان بس مش عايز يبان أنه هو وقع. فاكرة حضرتك فيلم زوجة رجل مهم اللي كان بطولة أحمد زكي الله يرحمه والفنانة الجميلة العظيمة ميرفت أمين شفتي بعد ما خرج من الخدمة انه ادانا احساس بهذا الرجل المهم اللي سقط عنه قناع الاهميه فراح جاب عربيه كانها عربيه الداخليه وسواق مع انه ده ملوش علاقه بيه وبدا يتعامل مع الناس بعنف زي ما كان بيتعامل بس الناس ما قبلتوش بعد ما اكتشفت الحقيقه يبقى ده معناه ايه؟ هنا اخطر انواع سقوط الاقنعه عندما يسقط من الداخل ولا يسقط في الخارج. لكن اللي هو بقى شال القناع وقال يا جماعة أنا اكتشفت حقيقتي إن أنا كنت أصغر حجما من اللي أنا كنت بدعيه عشان كده أنا بطلب مساعدة المجتمع ليه. تخيلي حضرتك الجملة دي، في حد هيقدر يعمل كده؟ الشجاع القوي القوي بيعمل كده مش الضعيف. إحنا عكس ما إحنا متخيلين يا أستاذة نبال، يظل الإنسان القوي يعبر عن الحالة اللي هو موجود فيها بقوته حتى وهو عينيه بتدمع. صح. بيقول لك ايه حضرتك صلاح جاهين؟ اه. لما شافوني بكيت ونهنهت، قالوا علي اسد وفسد، قلت لهم اه لو تعرفوا معنى زئير الاسد. عجبي عجبي. شفت ان زئير الاسد ده يبين قوتك مش ضعفك. الست القوية لما بتبكي هي مش بتبكي بسبب موقف هايف، لا دي لما تشعر ان هناك عمودا اهتز في حياتها بالظبط وعايزه تسنده. ما دام بكت يبقى ده معناه انذار للمجتمع كله من حولها. صح. انتوا هتخسروا قيمه. صح. ايه هي القيمه؟ ان انا كنت اكتر مدعمه ليكم. دكتور طارق، هل اكتشفنا لنفسنا قدرنا نحط ايدينا على نقط معينة احنا او امتيازات موجودة عندنا، تميز في اشياء معينة ما كناش شايفينه قبل كده؟ حاجة كمان جت على بالي وحضرتك عمال يعني بتحكي واحنا من الناس اللي انا بعشق طبعا صلاح جاهين، يعني ان احنا ليه ما عندناش فكرة الابتكار؟ يعني التقليد الاعمى وفكرة القطيع اللي احنا على طول ماشيين فيها، وده ظهرت جدا في برضه في أزمة كورونا. افسرها لحضرتك ازاي؟ اتفضلي. لما بقعد اتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي وان مفيش حد بيبتكر موضوع جديد، يعني كله لقى مثلا فلان طلع عمل ترند وصل اللي هو عايزه عمل شهرة فاطلع اعمل زيه، حتى مفيش ابداع في فكرة أني أطلع بشيء مختلف. ليه عقولنا واقفة للمرحلة دي؟ ليه؟ لأن في ثلاث أنواع من البشر يا أستاذة نبال ربنا خلقهم. النوع الأول هو اللي بيغير الحياة ويبدلها، دايما صاحب الخطوة الأولى، دايما بياخد مغامرة وصدمة البدء. تمام. زي واحد راح في منطقة صحراوية كده بعيدة واشترى حتة أرض بجنيه المتر ونجح، والناس قالوا ده مجنون. اه انت يا عم هتعيش مش عارف ايه. انا شايف كده. بنى البيت وتعب لغايه ما وصلوا له الميه والكهرباء. تمام. شويه بقى عدى واحد قال لك الراجل ده ما دام عمل كده يبقى المكان ده اكيد مكان كويس، راح واخد الارض اللي جنبه فدفع فيها 50 جنيه، لانه طبعا في واحد بني قبله والكهرباء كانت وصلت، فخسر ال 49 جنيه دولت لانه ما كانش صاحب الخطوه الاولى. بس اضعف الايمان بيطلع لنا واحد بيقلد المبتكر، المبتكر اللي خد حته الارض الاولانيه وهي صحراء فخدها بابخس الاتمام بسبب مغامرته. رقم 2 اضعف الايمان راح مقلد، بس قلد بنفس الشكل
فلو ما كانش الاولاني عمل كده ما كانش المقلد ظهر وما بينجحش. مش كده؟ طب في واحد تالت، مين بقى؟ الذي يندهش للابتكار. ده بقى لا هو بيعمل زيه وبيقلده ولا هو كمان بيعمل شيء له قيمة، فقط يتعجب. واحد يطلع لك في طول الوقت يا أستاذة نبال مندهش، مش في فلانة نجحت في الإعلام يا إزاي عملت إيه، بس هو اكتفى بكده لكنه ما ياخدش خطوة إيجابية. فلما حضرتك سألتيني السؤال ده، عدد المبتكرين في كل مجتمع من 1-2% من المجتمع، وبقية الناس يا مقلدين يا مندهشين. لا مندهشين صح، وهي دي المشكلة. ما هو أحمد زويل مش الله يرحمه مش هيطلع لنا كل يوم، ولا الفيمتو ثانية، ولا نجيب محفوظ أديب جائزة نوبل هيطلع لنا كل يوم، إحنا عددنا قد إيه؟ هي دي المشكلة. وحاجة برضو كمان مهمة جدا، هل إحنا عندنا مشكلة وظهرت قوي في 2020 إن إحنا معرفناش نبني عقول صح؟ يعني إحنا لو إحنا عايزين نحل المشاكل اللي إحنا اتكلمنا عليها كلها اللي حصلت في 2020 وكده، هي موجودة من بداية البشرية، أيوة. لكن ظهرت بشكل قوي جدا جدا في 2020. كلام صحيح. بشكل عنيف يعني بقينا مش عارفين جاية منين وراح منين وإيه اللي بيحصل ده وإيه اللي بيحصل في الدنيا ده. هل كل ده عشان إحنا ما بصناش للجزئية الأساسية، إن إحنا أهملنا التربية من الأساس، وهو اللي نتج عنه الفكر السطحي والعقول التافهة واهتمامنا بأمور ليس ليها أي أهمية في الحياة؟ يعني الإنسان اللي بيبذل مجهود عشان يكتب بقسوة جدا تعليق معين بيضيع من وقته قد إيه؟ لو جيت لأي إنسان تاني اليوم له قيمة والساعة ليها قيمة والوقت بالنسبة له، لو شاف حاجة دون المستوى مش هتستوقفه أصلا. صحيح. هل عشان نقدر نحل كل الصراعات والقضايا اللي اتفرضت علينا في مجتمعاتنا دلوقتي لازم الأسرة والولاد؟ عندك حق. انت حضرتك الحقيقة انت خبطتي على الباب الأصعب. ايه هو الأصعب بقى؟ هو بناء المجتمع الصغير اللي هي الأسرة. وبالتالي ما هو لو كل أسرة اتبنت صح يبقى المجتمع ككل هيبقى كأنه هيبقى قلعة هتصد أي نوع من الاعتداء عليها. ولكن هو المشكلة انشغال الناس عن الموضوع الأساسي في بناء البني آدمين، وبقى بناء الجانب الاقتصادي في العيلة. أنا هكسب كام النهاردة؟ أنا أجيب لك اللي أنت عايزه يا ابني، لكن هل الموبايل الجديد اللي انا جبته لك عمل لك اضافه؟ هل انا النهارده لما جبت لك اللبس الجديد اللي انت قلته حضرتك ازددت جمال من الداخل ولا من الخارج بس؟ هي دي الاشكاليه حضرتك. ما هو كمان اللي الف غنوه وعملت كام مليون حضرتك مش عارف ايه وكسب له مبلغ قد كده يا فندم، دي ده فلاش بتاع كاميرا، يعني ايه؟ يعني هتحصل مره لكن مش لازم هتحصل في كل مره. والتاريخ بتاعه ازاي؟ ما هي هو ما فيش اصلا. وفي منهم اللي تعب في حياته تعب مش عادي بعد سنين السنين عشان يوصل للي هو فيه مثلا. فعلا. احنا دايما بنشوف، انا دايما بقول ان احنا بنشوف دايما النجاح النهائي اللي موجود على السطح. لكن في الميه تحت في العمق بيبقى فيه مثلث كده. المثلث ده فشل، مجازفه، خبطات وطعنات، خيبه امل، خساره، خيبه امل. طبعا احنا بس بنبقى شايفين اللي فوق وبنحفظ لاولادنا الشكل الخارجي اللي موجود على السطح. كلام صحيح جدا. ازاي ما نفهمهمش ان في كارثه موجوده جوه الميه عشان تقدر توصل للسطح ده؟ لازم تمر بكل الحاجات دي. عندك حق. أنا شايفة إن إحنا لينا دور كبير جدا طبعاً في تقديم القيمة والكلمة، وإن إحنا ما يجيلناش يأس ولا نحبط. أنا شايفة دايما نور، شايفة دايما أمل. كل واحد يبدأ بنفسه ويبدأ بحياته ويركز في حياته وينجح في عمله وما يشغلش باله قوي بالكلام اللي بيحصل حوالينا، لأنه لو كان كل واحد اهتم باللي جواه
مش هيقعد يبص على اللي حواليه، مش هيبقى عنده وقت. كان في نقاش قريب مع يعني مع حد مقرب، يعني بقول كل ما الإنسان بينضج، كل ما بيكون أكثر ثقافة، كل ما عقله بيرقى، كل ما بيحس إن هو بيروح في حتة تانية. فأصبحت المواضيع والحكايات اللي هم الناس كلها هو يسكت ويبتسم. عندك حق، وده السبب اللي خلى ويليام شكسبير لما قالوا له في آخر أيامه قوم كلمنا عن التجربة بتاعتك على خشبة المسرح، وده ملكة إنجلترا، قال إذا لم أتكلم أنا فمن، وإذا لم أتكلم الآن فمتى. فالناس استعجبت من الجملة، أنت كنت تقصد إيه يا عم ويليام؟ قال لهم لأن قيمة الإنسان مش بس في مستقبله، ده قيمته في اللي عمله علشان يصل للمستقبل. بالظبط، وده اللي انت قلتيه، انك ازاي لازم تعرف العمق اللي كان في البحر والمثلث اللي هو تعرض له، وبالتالي خيبات الامل والغدر والخيانه الذي قد يتعرض اليه بعض الناس اللي عندهم صدق من جواهم. الصدق بيتوجع قوي يا فندم من الخيانه والغدر، صح، اكتر من اي حد تاني. لو حد هو غدار بطبعه وكان يدعي الصدق فحد خانه، كأن دي قانون الجاذبية، إن الكذاب بيجذب ليه الكذابين، والمخادع بيجذب كمان المخادعين. على فكرة دي حقيقة علمية، إن الشخص المخادع دايما بيبقى فيه مخادعين حوله كتير من القريبين منه، لأن هم حاسين إنهم من نفس الطينة ومن نفس الثقافة. عشان كده هو ده المثلث اللي أنت قلت عليه. دكتور طارق، يعني أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب، شرفتنا وأسعدتنا بكلامك، ونتمنى لك في السنة الجديدة 2021 كل الخير والسعادة ولكل مصر كلها. أشكرك يا فندم على استضافتك، وكل سنة وأنت طيبة. وحضرتك بخير. في الختام وداعا 2020 وهلا ب 2021، يا ترى لو كل واحد فينا عايز يبعت رسالة ل2020 هيقول إيه؟ هيقول لها كنت جميلة في أرقامك لكن مش جميلة في أحداثك، هيقول لها مسكت الخيوط بإيديكي وحركتينا وقبضتينا ورفعتينا ونزلتينا زي ما أنت عايزة، لكن عملتي حاجة كبيرة جدا، خلتينا نقف قدام المراية ونشوف وجوهنا الحقيقية، وتقع كل الأقنعة ونواجه المراية، ومن هنا عرفنا نمسك الخيوط بإيدينا. وعشان كده رايحين ل21 بحقيبة احنا اللي جمعنا فيها الذكريات، الذكريات اللي عايزين نفتكرها عشان نقول لنفسنا إن إحنا قدرنا ننجح فيها برغم صعوبتها وألمها. عايزين نقول ل21 إن هنبتدي أول يوم في 21 بابتسامة وبقوة، وهنقول أنا الإنسان، أنا خليفة الله في الأرض، أنا الأقوى. وداعا 2020 وهلا 2021، أشوفكم على خير.